الشباب هاد القلب لخفق وسال عليك من طبعه يخلص في الحب فما صوتي ناديك لا 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 تخلي شمسه تغرب لا تخلي شمسه تغرب وآمالو آمالو يا سيدي فيك لا 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 تحاول تهرب لا تحاول تهرب قلبي رهيف قلبي رهيف متعلق بيك باش نجاوب باش نجاوب هاد القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم جريدة أصوات تستضيف اليوم صوتا جميلا من شابة جميلة وهي وموهوبة كذلك وهي نهيدة موليد. مرحبا بك. ربي يخليك. شكرا بزاف على هذه الاستضافة الكريمة وكنشكركم بزاف لأنكم كتستضيفوني المرة الثانية ونتمنى نكونوا ندوزوا أنا وياك واحد الحوار خفيف شيق. ممكن نبدا عن شخصية نهيدة وبداية مسارك الفني. مرحبا. غادي ترجعيني لواحد الذكريات جميلة بزاف لان النبذه ديالي نهيد انسانه عاديه جدا. بالنسبه ليا المسار ديالي الفني بديتو ملي كان السن ديالي اصلا 11 سنه وانا بديت كنغني. البدايات ديالي بديت بام كلثوم، بديت بورده الجزائريه قديمه شي شويه كلاسيكيه كيف كنقولوا، وباقى لي حد الان كنطمح للكثير الحمد لله. ما هي العراقيل التي تواجهك كفنانه وانت الان فنانه صاعده؟ يعني تتواجهي عراقيل؟ اكيد اي فنان، ميمكنش اي فنان تكون عنده مثلا واحد المهنه او مثلا اي حاجه ميمكنش ما يواجهش واحد العراقيل او واحد الصعوبات. ممكن نقول في البدايه ديالي البدايه دائما كتكون صعبه، هذه مساله ضروريه منها، ولكن العراقيل اللي ممكن انك تواجههم في الاول بحال دابا مثلا الحجاب، تعليقات، انتقادات اللي توجهوا مثلا الجمهور، العراقيل كذلك من ناحيه الوسط الفني، كذلك من ناحيه ديال لونطوراج ديال العائله، هذه مساله ضروريه كيكون واحد التخوف بزاف ديال العراقيل، ولكن ما نقدرش ننكر ان حاجه كتكمل حاجه. باش نجاوب هاد القلب لخفق وسلالي من طبعه يخلص في الحب فما نقدر نقول لك لا. علاش؟ لان نهيد مولين باقا كتقلب على كيعجبوني كيعجبني الملحنين كاملين وكنسمع لهم كاملين وتبارك الله كيعطيونا الفن ديالنا مليء بالملحنين ومليء بالفنانين والفنانات، ولكن زعما واحد الملحن اللي غادي يثير نهيد مولين واللي يقدر يعطيها واحد القيمه وفي نفس الوقت اللي يقدر يخلي يثيرني ويخليني زعما راه غادي نختار مثلا هذا ولا بغيت هذا. باقي حاليا باقي ما لقيتش. لا. شكون القدوه ديالك في الفنانين المغاربه؟ في الفنانين المغاربه نقدر نقول لك الفنان القدير محمود الادريسي، العديد سي عبد الهادي بالخياط، العديد لالا لطيفه رأفت، كاين العديد. ما نقدرش انا كيف قلت لك سبق لي القول، المغرب ديالنا حفيل بالفنانين حفيل. فنانتنا الكبيره والجميله وانت كترتدي الحجاب يعني ضروري واش عمرك لقيتي مضايقات خصوصا شي مناسبات؟ مضايقات بحال واش بالضبط؟ حيت بالنسبه لي انا مضايقه اللهم لك الحمد، الحاجه اللي كنحمد عليها الله هو ان الوالد ديالي دائما معايا. عمري ما لقيت شي مضايقه، عمري ما لقيت مثلا كلام ساقط او مثلا شي حاجه اللي غادي ما غاديش تعجبني. اللهم لك الحمد كاين واحد السند، كاين واحد الدعم كيف كنقولوا، لا من ناحيه الدعم ديال الفنانين، لا من ناحيه الدعم ديال العائله، لا من ناحيه الدعم ديال كذلك اي الجمهور كذلك. اذا حاجه كتكمل حاجه كيف قلت لك، اللهم لك الحمد عمري ما لقيت شي مضايقه. هاد القلب الى خفق وسلالي من طبعه يخلص في الحب فما صوتي ناديك. كلمة أخيرة. الكلام كبير ولائحة طويلة، واخا نبقى نشكر ونبقى نتكلم معك
الحوار كامل. اول شيء هو انني خصني نشكركم لانكم جريده ممتازه وكتدعم كذلك الفنانين الناشئين. هذه مساله ضروريه، وكيف كنقول لكم ان هذه المره الثانيه، ونتمنى ما تكونش المره الثانيه بوحدها، تكون ثالثه ورابعه وبزاف العديد العديد الاكثر. كنشكر الوالدين ديالي اللي كيدعموني دائما، اللهم لك الحمد. كنشكر الفنانين اللي كيدعمونا يدمونين، اللي كيقولنا يدموني استمري لانك راه كتستاهلي وكتستحقي. انا ما نقدرش نشكر فراسي، خص ضروري ان الجمهور والمستمع كذلك الا كانت عنده واحد الاذن موسيقيه جميله ضروري هو اللي خصو يشكر، هو اللي خصو يقول اي حاجه. كيف قلت لك كنشكر الوالدين ديالي، العائله ديالي، كنشكر كذلك الاستاذ اللي دائما كيدعمني بزاف بزاف، سي طه الطاهر، كيشكرني بزاف اللي هو كيساعد ناهد مولين من ناحيه التربيه الموسيقيه، كيعاونني من ناحيه ديال الاكاديميه. ها ناهد، ها الاغنيه اللي تقدر تجي معاك، ها المقام اللي تقدري تغني عليه. اذا ناهد انا ما فقط ماشي غير غناء بوحدو، راه كنقرا حتى في العهد الموسيقي، كنكمل الدراسه ديالي في المعهد الموسيقي. ما نطولش بزاف عليكم، كنشكركم بزاف بزاف مره اخرى، ونتمنى نكونوا دائما في المستوى المطلوب. شكرا لك بزاف، بارك الله فيك. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.